صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أمر ملكي رقم 23 لسنة 2020 بشأن تعيين ممثلي مملكة البحرين في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونصت المادة الأولى من الأمر الملكي يعين أعضاء في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كل من الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن الخليفة السيد ناصر يوسف العمادي السيد علي عبد الله العرادي الدكتور عبد الله خليفة الذوادي والسيد أحمد صباح السلوم وتكون مدة عضويتهم في الهيئة ثلاث سنوات